خلونا نستقبل عبر الهاتف دكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. دكتور أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين جميعا. خليني أسأل حضرتك يا دكتور في البداية، إيه الإجراءات اللي هتتخذها اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية علشان نبتدي في تنفيذ المبادرة الرئاسية، طبعا علاج مليون إفريقي من فيروس سي؟ تمام، هو خليني أقول لحضرتك إن الحقيقة المبادرة الرئاسية اللي اتعملت في مصر لعلاج فيروس سي واكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية كان لها صدى قوي جدا زي ما حضرتك قلتي في جميع الأماكن ومن ضمنها أفريقيا، وعلى هذا الأساس المبادرة الرئاسية بعلاج مليون أفريقي من المصابين بفيروس سي هي تكليف لنا عشان نشوف إزاي نقدر مش بس نعالج المصريين لكن كمان نتوغل في أفريقيا، وهي دي الامتداد الطبيعي لنا، ودي فرصة كبيرة جدا إن الطب والدواء المصري يعودوا إلى أفريقيا بقوة وبنشاط كما كان في السابق. الحقيقة احنا حددنا بعض الدول اللي المفروض هنبتدي بها أولا، وبنخاطب هذه الدول وبنعمل زيارات ميدانية لهذه الدول، وآخر زيارة كانت لأوغندا الأسبوع الماضي، قمنا قبل كده بزيارة لتشاد وللسودان ولموريشيوس ولأوغندا ولأثيوبيا. الهدف من هذه الزيارات إن احنا نشوف الإمكانيات اللي موجودة عند هذه الدول وإزاي نقدر نصعد هذه الإمكانيات ونفعلها بالخبرة اللي موجودة عندنا، وإن احنا نعمل نموذج في العواصم بتاعة الدول المختلفة عشان يبتدي يبقى هو البؤرة والمكان الأساسي اللي ينتشر منه. اقطع حضرتك هنا معلش يا دكتور على النموذج. النموذج ده احنا طبعا عندنا سيستم او نظام كان ماشي بيه، كانت ماشيه بيه هذه المبادره على مستوى الجمهوريه. هل احنا هننقل النموذج او النظام او السيستم ده كخطوه مثلا لهذه الدول؟ تمام، احنا النموذج ده بيشمل ثلاث حاجات، بيشمل منظومه المعلومات نفسها من التسجيل والنظام اللي بالكمبيوتر وادخال البيانات والفحوصات، وبيشمل منظومة العلاج. الثلاث منظومات دي بنتأكد ان احنا نفعلها في العواصم الافريقية اللي احنا بنبقى موجود فيها، وان المراكز دي تبقى هي مراكز التميز اللي موجودة في العواصم دي واللي تعالج الناس، واللي مش بس تعالج المليون شخص لكن تبقى كمان نواة لامتداد هذا المشروع لعلاج بقية الناس في هذه الافريقية. دكتور حضرتك يمكن ذكرت عدة دول إفريقية بدأتم بالفعل ببعثات ووفود، هل في دولة معينة احنا بنتكلم هنبتدي منها ولا هنبتدي مثلا مع عدة دول؟ البداية منين يا فندم وامتى؟ هو طبعا احنا بالنسبة لنا كلجنة قومية بالتعاون طبعا مع وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الخارجية والدول المعنية بنحدد الموعد المناسب لكل دولة على حدة، لسه ما خدناش قرار بالبدء الفعلي لكن بنعمل هذه الزيارات الميدانية اللي هي بتشتمل على معظم الدول اللي موجودة في شرق أفريقيا اللي هي امتداد طبيعي لنا، وجنوب السودان طبعا أنا ما ذكرتهاش، وتنزانيا وكينيا، كل هذه الدول محطوطة في الخطة لزيارة ميدانية لها لاستكشاف الواقع وللنهوض بمنظومة صحية بيهم عشان نقدر نحقق الهدف من المبادره. هل ممكن الى جانب او هل ضمن، يعني مش عارفه بسال حضرتك، ضمن النموذج ممكن يكون على سبيل المثال تدريب اطباء افارقه على اللي بيحصل في مصر؟ ده طبعا ده الاساس. ما انا بقول لحضرتك احنا بنعمل مراكز متميزه في هذه العواصم عشان ندرب الدكاتره، ومش بس الدكاتره والممرضات وفنيين المعمل ومدخلي البيانات على هذه المنظومه عشان هم بعد كده اللي يقوموا بنشرها في بقية المنطقة اللي البلد موجودة فيها امتدادا من العاصمة. المبادرة هتعتمد بالكامل يا دكتور على الأدوية المصرية؟ طبعا، لأن احنا زي ما حضرتك عارفة الأدوية المصرية أثبتت كفاءة في نفس مستوى الأدوية الأجنبية، وبالعكس احنا عالجنا بهذه الأدوية المصرية حتى الآن 3 مليون شخص، في حين ان العالم كله عالج 5 مليون، 3 مليون موجودين عندنا و2 مليون تانيين موجودين في باقي العالم، فاكبر سبق واكبر وضع واكبر نجاح هو للادويه المصريه اللي عالجت 3 مليون شخص حتى الان.
يعني احنا يا فندم ما تكون علينا الخطوه الاولى، هننقل التجربه، هننقل الادويه، هندرب اطباء، حقيقه مش خطوه اولى، هي خطوه كبيره، ومن ثم دي هتتنقل طبعا للدول الافريقيه. خطوه كبيره جدا، وزي ما بقول لحضرتك ده الاساس في رجوع الرياده المصريه في مجال الطب والدواء الى افريقيا كما كانت في السابق واقوى ان شاء الله. طيب خليني اسال حضرتك اخيرا كده، المبادره بتستهدف علاج 1,000,000 مواطن افريقي، حضرتك يمكن ذكرت انه الخطه الزمنيه ملامحها مش واضحه، يعني مش هنقدر نقول على سبيل المثال امتى متوقع انها تخلص. طبعا احنا يعني احنا بالنسبه لنا ما فيش سقف لهذا الموضوع، يعني احنا بالنسبه لنا البدايه والاستمرار عشان خاطر نصل لهدفنا. ما فيش حاجه اسمها احنا هنوصل للوقت ده وننسحب ونقول لا خلاص احنا ما بقيناش رؤساء الاتحاد الافريقي راجل كده، لا احنا الهدف ان احنا نوصل بكل الخبرات وكل الكفاءات اللي وصلت ان احنا ننقلها ل يعني اصدقائنا واقاربنا في افريقيا وخصوصا منطقه شرق افريقيا. اشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال عصمت، عضو اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه.